بداية العرض للمهر رقم 35 starting the show for the coat number 35. نتيجة المهر رقم 34 سوار الذهبس للمالك صلاح عبد الله أمين الشرفة والمربي مربط عجمان 87.63. The result for the coat number 34 سوار الذهب S for the owner صلاح عبد الله أمين الشرفة and the breeder عجمان stud 87.63.